السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحشكم بزاف لان فريمون خبرت واحد الغبره تقريبا شهر ما درتلكم حتى شي فيديو. علاش؟ لاني كنت سافرت لدبي. اللي متبعني في انستغرام راه شاف كلشي وريتكم البلايص ديالهم كاملين. كنحاول نكتشف لان بغيت صراحه نخرج على فرنسا وبغيت نشوف فين ممكن نقدر نعيش. كنحاول نكتشف دابا بزاف ديال البلدان اللي كيمشيو لهم الناس اللي كيديروا هكا البيزنس اونلاين. بديت بدبي، كانت تجربه صراحه زوينه. الا بغيتو كنتو مهتمين نديروا على شي فيديو نعاود لكم على التجربه ديالي كيفاش دازت، نوريكم البلايص اللي مشيت لهم. ومازال ان شاء الله غادي نشوف بلدان اخرين هنا القدام ونشوف كي دايره المعيشه تما، الحياه تما، البيزنس تما كي غادي يكون. المهم داك التاي كامل، الا كان عندكم شي فكره خليو لي في الكومونتير النصائح ديالكم، البلدان اللي زوينين، المعيشه ديالهم كيفاش دايره، نستافد منكم وتانا نبارطاجي معكم التجارب ديالي من بعد. اليوم شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو كيفاش نقدروا نتعاملوا في التداول مع لي كريز، كيف ما كان في اسواق العملات الرقميه ولا اسواق ديال الفوركس او الاسهم او داكشي كامل اللي كنديروه. غادي نشوفو الكونتريدينغ اللي كتوريتكم في الفيديو اللي فات، فين وصل وشحال ديال الارباح لحد الان حققت. واخا هاد الشهر هذا ما كنتش تريديت بزاف لاني معاك كنت مسافر، دونك ما كنتش مكونسونطري. دونك دابا على بركه الله ما نتعطلوش ندخلوا المفيد. اوكي، دونك دابا ندوزو رابيدمون اولا بسرعه على البورتفوي فين وصل. تقريبا حققت فيه واحد 400 دولار من النهار اللي بديت معكم ديك الفيديو. ما تريديتش فيه بزاف لاني كنت مسافر كيف ما قلت لكم، مي كنت غادي بان بون موني ماناجمنت. كونت صغير انا مولف كنخدم في لي كونت كبير، عاد حاولت نتوالف معاه. غادي مزيان الحمد لله، كنخدم غير في الجولد وفي الاسهم. الاسهم راه عندي حاليا معكوسين عليا شي شويه، مي راني صابر ما بغيتش نريسكي بزاف لان كيف قلت لكم الكونت صغير. مي العوم غادي مزيان داك الكونت. الا كنتو مهتمين من بعد نقدر نديرو شي سلسله يوميه ولا اول شي فيديو نبقى نوريكم في كل نهار لي تاعي اللي كندير، واخا غتكون قصيره وتنكملوا مثلا هكا شهر شهرين وتشوفوا معايا لا ميثود كيفاش كندير التريد. اللي كنتو باغيين خليوها لي في لي كومونتير على الراس والعين. دابا غادي ندوزو لكيفيه التعامل مع في التداول ملي كنكونوا في ازمه او لا في شي حرب ولا شي ازمه عالميه كيما كانت اقتصاديه او لا المهم كيف ما كانت، لان كاين بزاف د الحوايج اللي خصنا نتفاداو ونديروهم، وكاين شي حوايج اللي خصنا نديروهم باش نقدو نحميو داك الفلوس ديالنا اللي كنتداولوا بها. لان توقعوا واحد الحوايج اللي ما نقدروش نتحكموا فيهم، حتى السوق ما تيكونش عارفهم، حتى الناس اللي محترفين في التريدينغ ولا في لي بنك كبار ما تيكونوش عارفينهم. كيف لاحظنا ممكن تشوفوا هنا في الجرافيك ديالنا، العمله ديال روسيا اللي هي الروبل طاحت بزاف مقارنه مع الدولار. زاد تقريبا الدولار زاد بالقيمه ديال 32% تقريبا. هادشي اللي يمكنك تشوفو كل يوم في الفوركس. يعني اللي كان شاري الدولار على الروبل كان تريدي فيه راه ضرب ضربه صحيحه مزيانه. انا صراحه ما كنتش مع الفوركس، كنت بعدت عليه شويه، كنت كنخدم اكثر دابا غير الجولد والاسهم، دونك ما كنتش مهتم كثير بالسوق ديال الفوركس. مي كيف ما قلت لكم ممكن نستافدوا من هاد الازمات هادو باش نقدروا نحققوا الربح من هاد الازمات كيف ما ممكن نخسروا. باقي حنا نحاولوا نتفاداوهم بهاد النصائح اللي غادي نقول لكم في هاد الوقيته. النصيحه الاولى هي حاولوا نتفاداو دائما اي حاجه معلقه من دوك البلدان اللي فيهم الحرب. مثلا دابا حاليا روسيا واوكرانيا، اذا كنا حنا مستثمرين في الاسهم ديال شركات روسيه او حاطين الفلوس ديالنا في شي بنكه روسيه او اي حاجه شي عمله رقميه ولا شي ان اف تي متعلق بروسيا ولا اوكرانيا، نحاول نبعد عليه حاليا. خليت هاد الاسماء تدوز ونسينو يزيد هبط، عاد ديك الساعات نوض نشري انايا، لان ضروري ما الدوله واخا يوقع اللي وقع. بحال ما كتشوف المانيا في الحرب العالميه الثانيه كانت دمرات 1945، ولاني حاليا دابا كتشوف انها قوه اقتصاديه عظمى، سميتو لي زانديز ديالها طالعين، عندها شركات كبار كاينين في المانيا. دونك انسان يساين ديك الازمه تدوز ويستثمر من يشري من التحت، وديك الساعات عاوتاني مع الوقت راه غادي تكبر. دابا حاليا خصنا نبعدو من هاد البلدان اللي فيهم الحرب ديال اوكرانيا وروسيا، وحتى البلدان اللي عندهم علاقه معها. اوكي، نحضيو راسنا شويه. مثلا كتشوف دابا فرنسا حاليا باغي كتهدد بوتين وباغي دير الحرب معاه، تيجي خصنا كونوا اليكار منها، ما نكونوش حاطين فلوسنا فيهم كاملين. المهم راكم فهمتوا ليدي. حاجه اخرى، النصيحه الثانيه هو نكون انفيستي في اسهم او لا لي زانديس الكبار بحال الشكل ديال اس بي 500 او الناسداك. ممكن غنشوف واحد الصوره اللي كتوضح حاليا كيفاش السوق ديال الاسهم ديال امريكان يونايتد ستيت تعامل في الحروب. عندك تما تقريبا 6 ولا 5 ديال الحروب، كاينه الجولف وور الحرب ديال الخليج في 1990، وهذا الشيء داروه في ظرف ديال 10 سنين اللي كانت تبعات الحرب. دونك داك لي ستوكس او لي زانديز ديال الميريكان ارتفعوا ب 461%. عندك كوريان وور في 1950 ارتفعت من بعد ب 372%، راه كل واحد وكاين السهم ديالو. عندك الفيتنام وور، الحرب ديال فيتنام ارتفعت تقريبا 200%. الحرب ديال العراق في 2003 ارتفعت في العصرين اللي من بعدها ب 117%.
اوكي دونك هادو هما باش كتشوف بان الوحيده اللي هي سميتو الحرب العالميه الثانيه في 1939 اللي كانت هبطات شويه على الزيرو، كانت نقصات شويه، يعني من بعد مع الوقت مع لو لونغ تيرم كيف كنقولوا دائما نستثمروا في لونغ تيرم تزادت 108%. يعني هادو هما اللي كتشوف بحال كتقول واحد من الملاد ما عرفتش شنو هو الجمع ديال الملاد، وان المهم ملاد امن باش تحط فيه فلوسك اللي هما السوق ديال الاسهم ديال يونايتد ستيت ديال الامريكان، وباش تهني راسك. وصراحه هذه غندير عليها فيديو بوحدها، شحال واحد يسولني تقول لي ان شركه نستثمر فيها واش امازون واش فيسبوك ولا هذا، كاينه طريقه سهله اللي كتهنيك من هادشي كامل، هو كتستثمر في الاندكس او الانديس ديالو، غادي نهضروا عليها من بعد. المهم مالد الامن هو تستثمر في لي زانديس ديال الامريكان اللي كتعطيك تقريبا واحد 8-10% ديال ريتيرن اور انفستمنت كل عام تقريبا، الا درت بها 10 سنين او 30 عام راه غتلقاها كبيره. اوكي سورتو الا خدمنا بالكومباوند انتريست. ما نكرهش صراحه نديرو فيديو مع مروكن فاينانشال شو، الا كان كيشوف هذا الفيديو يدير لنا شي كومونتير ويعطينا معلومات اكثر على هذه القضيه ديال الاستثمار في الاندكس فوندز واللعيبه ديال الكومباوند انتريست. ما نكرهكمش نتوما تاغيوه وتصدعوه في انستغرام، نخلي لكم هنايا باش يدير معنا الفيديو. شحال مره تنقولوا نديروها تيقول لي انا غنديرها ما كيساليش لينا كاع، دونك نتمنى نديروها ان شاء الله قريب. دونك فوالا هذه النصيحه الثانيه بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني ديال العملات الرقمية، يقول لي أمير واش نخرج واش ندير. حاليا صراحة أنا كيفاش كنتعامل دابا، خليت لأن كنت حاط تقريبا جميع الاستثمارات ديالي غير في لي ستوك وفي الاندكس فوندز. بالنسبة للعملات الرقمية مازال كيف قلت لكم ديما أنا مستثمر بالنسبة لونغ تيرم، يعني هادشي ما غاديش يأثر ويقدر بالعكس يزيد يقوي التصاعد ديالهم، لان كنقول مثلا حاليا روسيا بغاو يقطعوا عليها النظام العالمي ديال السويفت، هو الترانسفير ديال الفلوس من بنكه لبنكه اولا من دوله لدوله. يعني غادي تضطر كنظر الحل الوحيد اللي غيبقى له هو تستعمل الكريبتو موني ويكون عمله رقميه معترف بها في الدوله وغيتعاملوا بها الناس. اوكي دونك هادشي يقدر يعطي قوه سميتو في السوق ديال العملات الرقميه ونستافدوا حنايا به. مي بطبيعه الحال غادي نقدر نخلي مثلا كاع الشركات اللي عندهم او العملات الرقميه اللي عندهم علاقه مع الدولتين هذو ديال روسيا واوكرانيا كيف قلت لكم، بحال الاسهم بحال العملات الرقميه، نبعد عليهم حتى سميتو يفوت هادشي. حاجه اخرى نقدر نقول لكم هي نبقاو متبعين البلدان اللي يقدروا يتدخلوا في هذه الحرب هذه ديال اوكرانيا وروسيا، لان لما مثلا دخلت امريكان او المانيا او فرنسا على حسب الطريقه باش دخلت، كانت طريقه مثلا بوزيتيف لديك البلاد، مثلا فرنسا دخلت بواحد الطريقه وحاولت تربح الحرب او لا تعتق روسيا واوكرانيا من هذه الحرب هذه وتحبسها، ممكن السوق ديالها ديال الاسهم ديالها وديال لي زانديز ديالها يرتفع. يعني نبقاو على بال لان ممكن فرصه تبان في اي لحظه. حاجه اخرى خاصنا نسولو راسنا شنو هما القطاعات او لا الشركات اللي غادي يستافدوا، الاشخاص اون جينيرال اللي غادي يستافدوا من هاد الازمه هذه ولا من هاد الحرب هذه. خاصنا نفكروا غير بالعقل وباللوجيك وغادي نحاولوا نلقاو داكشي بوحدتنا. اول حاجه تبا تنقولوا نقارنوها مع حتى لا كريز ديال الكوفيد. الكوفيد كانت فيروس اللي كان خاصو يتداوى بطريقه بيولوجيه، ملي كنقولوا طريقه بيولوجيه شكون كيدخل فيها؟ الشركات او لي زونتربريز فارماسيوتيك اللي عندها علاقه مع داكشي ديال البيولوجي، يعني اللي كيصايبوا الدواء. دونك ملي لقاو الدواء او ملي لقاو الفاكسان دونك هما اللي كانوا استافدوا، وكانت سميتو الثمن ديال السهم طلع بزاف حتى من فايزر في جونسون اند جونسون موديرنا. ممكن تطلع دابا تشوف الجرافيك ديال الشركات غتلقى كلهم استافدوا وطلعوا بزاف، لان شنو نجوا بزاف باعوا بزاف وكانت عليهم طلب بزاف، دونك سي بور سا حقوا ارباح كثيره في البورصه والناس مشاو كيصبروا فيهم. حاجه اخرى الناس مثلا لي زونتربريز اللي كانوا كيديروا داكشي ديال الكونفيكسيون مشاو تيقادوا لي ماسك حتى هما داروا بزاف ديال الفلوس. يعني خصنا نبقاو نفكروا دائما الحلول او لا المشاكل اللي غادي تخرج من هاد الازمات اللي غادي نعيشوها وشكون اللي غادي يستافد منها وكيفاش غادي نستافدوا منها. في المشكل اللي حنا حاليا فيه اللي هو مشكل الحرب، تنقولوا الحرب شنو تيكون؟ تيكونوا القنابل الفراده، تيكون ديبزي الاقتلاع. دونك كنهضروا على واحد الادوات اللي هما الاسلحه. شكون اللي غادي يستافد من الاسلحه؟ اللي غادي يشري الاسلحه هما دوك البلدان اللي داخلين في الصراع، اولا مثلا البلدان الكبيره مثلا امريكان واوروبا اللي غتبغي تعاون مثلا اوكرانيا ممكن تصيفط لها السلاح اولا تبيع لها السلاح. يعني هنايا الشركه ديال السلاح غادي تكون عندهم طلبيه كبيره، غادي يبيعوا بزاف، غادي ينتجوا بزاف، والناس اللي بحالنا تيفكروا مزيان غادي يمشيو يستثمروا في دوك الشركات اللي عندهم علاقه مع الاسلحه، بحال الشكل اللي كان وقع
في الكوفيد. حاجه اخرى دوك الاسلحه مناش كيتصايبوا، كيتصايبوا من معادن دوك مثلا الحديد، الذهب، تقول المهم معادن اون جينيرال، البلاديوم، الالومنيوم، الخشب، هادشي كامل حتى هو غادي يكون مطلوب من عند هاد الشركات هادو، غادي يحاولوا يسريو باش يقادوا دوك الاسلحه، يعني غيكثر الطلب فيه الا ما كانش العرض كثير غادي غير الاثمنه ديالو. وحنا شكون اللي غادي يصير المستفيد الاخير؟ هو داك المستثمر غادي يكون مستثمر في في الحديد، في البلاديوم، في الذهب. ممكن تشوفوا مثلا دابا الجرافيك ديال الذهب راه طلعت ل 2000 دولار، كل شيء طالع، كاع المعادن طالعين. حاجه اخرى حتى الطاقات، سواء الطاقات اللي عندنا عاديه بحال البترول، الضوء، داكشي كامل هو غادي يطلع، اولا الطاقات المتجدده، كل شيء هادشي غادي يكون عنده طلب كثير من عند الناس والمستهلكين، اولا من دوك الشركات اللي غادي يحاولوا يصيبوا لنا دوك البرودوي اللي غادي يحتاجوهم في هاد الازمات هادو. حاجه اخرى من المخلفات ديال هاد الشيء ديال الحروب اللي هو ممكن تكون شي مجاعه، الناس ما يبقاوش يوفروا اكثر هادشي ديال الحبوب او القمح، القهوه، الشوكولاته. مثلا اوكرانيا وروسيا من البلدان اللي كينتجوا اكثر الحبوب، يعني العالم كامل غادي يتاثر، لان ما غاتكونش هاد الشركات قادرين يوصلوا لي برودوي او ليفريزون اللي خاصهم يوصلوا من بلدان اخرين. مثلا المغرب غادي يتاثر ديريكتومون من هادشي، لان غادي يرتفع السعر ديال الحبوب، لان كان كيستورد بزاف من اوكرانيا لانها كتنتج الحبوب. مثلا المانيا ممكن تاثر حتى هي بهاد الحرب هادي، لانها كتستورد البترول نيشان او الغاز نيشان من روسيا عبر واحد القناه، وغادي ما تقدرش تليفريها، وممكن تحبس كاع التعامل معها بهاد العقوبات اللي غادي يطراو على روسيا، وتاثر حتى هي. مثلا البترول غادي يغلى في العالم كامل. حاليا راه كنشوفوها راه وصلت تقريبا 120 دولار للبرميل، تيكون في الوضع العادي في بين 60-70 دولار. يعني كلشي هادشي غادي يخلي هاد السيكتور هادو يطلعوا، وحنا نكونوا اذكياء ونفكروا في هادشي اللي غادي يطلع ونشريوه على المدى البعيد. ما غاديش نطول عليكم بزاف هاد الفيديو، كانت فيديو خفيفه ظريفه غير باش نعلمكم شنو ديروا، كيفاش ديروا تحافظوا على الفلوس ديالكم، ما تريديوش بزاف، حاولوا تقللوا لي كونتيتي، دخلوا غير في لي بوزيشن ديالكم متاكدين منهم 100%. هاد الوقيته تيكونوا شويه الاخبار تاثروا بزاف على السوق، وتقدوا تخسروا بزاف ديال الفلوس، يعني حداو راسكم عافاكم، سيروا بشويه عليكم، ما يكون غير خير ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو وتلايكيو الفيديو الى عجبتكم، وتكومونتيو باش تشجعوني وتخلي الفيديو تاعي يطلع في لي سوجيسيون. يعني تبعني في انستغرام، يدخل دابا تبعني، تما كنبارطاجي كونتوني ومحتوى يومي. شكرا بزاف، نتشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله.